مرحبا صغاري، لا نزال في محور تنظيم الفضاء، وسندرس آخر درس وهو بجانب وبين. بجانب وبين. السؤال الأول ماذا يقول؟ أرسم فراشة بين الزهرتين. أرسم فراشة بين الزهرتين. أين الزهرتين يا أطفال؟ نعم، هاتان الزهرتان، زهرة بيضاء وزهرة صفراء. ما أجمل هاتان الزهرتان. إذن سأرسم الفراشة أين؟ السؤال يقوم بين. السؤال يقول بين. إذن هل أرسم ما بين الزهرتين؟ بمعنى يجب أن تكون محصورة ما بينهما، لا تكون خارجة ولا خارجة. من جهة أخرى، ما بين هو شيء محصور بين شيئين، إذن الفراشة ستكون هنا بينهما، معنى في وسطهما. هذه فراشتي. هذه فراشتي. أحسنتم. هذه فراشتي. هذا بمعنى بين. نرسمها لهنا، وإلا كان حبيت نرسم فراشة لهنا ولا حبيت نرسم فراشة لهنا، وكله صحيح، نجم نرسم فراشة أخرى لهنا. هو طلب فراشة واحدة، أنا رسمتها لهنا، أنتم مثلا تنجموا ترسموا لهنا كما تنجموا ترسموا الفراشة الأخرى لهنا. كل شخص يرسم، إذا كان رسمتها لهنا راهو صحيح، إذا كان رسمتها لهنا صحيح، وإذا كان رسمتها لهنا زادا صحيح. هذا كله بين الفراشتين. ما تجيش ترسمها لهنا خاطر باش يولي فوق، ولهنا باش يولي فوق. ما تجيش نرسمها لهنا على خاطر باش تولي خارج، مع معنى باش تولي بجانبها، ما عادش باش تولي ما بينها. باش نمروا للسؤال الموالي اللي هو شي يقول ألونوا بالأخضر ما هو بجانب المربع. سؤال واضح، يقول ألونوا بالأخضر. سأختار اللون الأخضر، ها هو لوني الأخضر، هذا اللون الأخضر. ماذا سألون يا ترى؟ بجانب، ما هو بجانب المربع؟ نحن تعلمنا المربع، أين هو المربع يا صغار؟ ها هو المربع. أحسنتم، هذا المربع. وأين هو ما بجانبه؟ أين؟ لم أسمع يا أطفال. أحسنتم، هذا بجانبه وهو مثلث. هذا من جهة، ومن الجهة الثانية أيضا يسمى بجانبه وهو مثلث ثان، بمعنى المثلثين هما بجانب المربع. المثلثين هما بجانب المربع. ماذا سأقوم الآن؟ سأقوم بتلوين المثلثين باللون الأخضر. هكذا أطفالي أكون قد أكملت التلوين، تلوين المثلثين وهما بجانب المربع.
هذا بجانبي وهذا بجانبي وهذا بين. بمعنى بين يكون محصورا ما بين شيئين، وبجانبي يكون حذوه بجانبه، كما معناتها صديقك وقت راها يجي يقعد بحذاك، هذاك يتسمى بجانبك، جلس صديقك بجانبك، ما بين هو في وسطكما، معناتها نجم تكون انت وصديقك لهنا قاعدين وقت الراحة، انت وصديقك هكا واقفين قاعدين تحكيو، ويجيكم صديقكم ويقف لهنا بالضبط، يقف في هذا الموقف. هذا شنو يتسمى؟ هذا يتسمى صديقكما جلس بينكما، بينكما هذايا بين به. وكي يبدا انتما قاعدين هكا واقفين، ولا حتى قاعدين على كرسي، انت وصديقك، وجاء صديقكم الثالث وقعد لهنا، شنو معناتها؟ معناتها الصديق هذا هو بجانبكما، بجانبك. يجيك صديقك الاخر ويقعد لهنا، هذا ايضا بجانبي، ما بين معناتها يقعد في وسطكم، في الوسط، كما لهنا في الفراشة في الوسط. وبجانبي معناتها بحذاك لهنا بجنبك من هنا، كما نقولوا احنا بلغتنا العامية، هذا بجانبي، بجانبي. هكا درس اليوم اللي هو بجانبي وبين انتهى، وانتوما ان شاء الله تكونوا فهمتوا درس اليوم. توا مبقى كان باش نقول لكم الى اللقاء اطفالي.